أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من برنامجكم مصر الآن. مصر الآن، الإنسان هو الحضارة وأساس التنمية وأساس البناء. بالتطوير وبالتطوير، بدون الإنسان وثقافته لا تنمية ولا تطوير. ومهم جدا نتذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعزائي المشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ويعني حلقة جديدة من برنامج مصر الآن. وزي محمد ما ختم كلامه بآية قرآنية، خلوني أبدأ الكلام معاكم برضو بآية قرآنية. وبسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العظيم. الحقيقة الكلام ده مهم قوي، لأن احنا مختارين موضوع مهم جدا، وهو ثقافة البناء وليس ثقافة الهدم. الحقيقة المجتمعات العمرانية الجديدة بيكون الناس اللي بتسكن فيها بتبقى من كل المحافظات، وأحيانا كمان بتبقى من بلاد غير مصر يعني. فهنا بتحصل كمية ثقافات مختلفة. المفترض ان اختلاف الثقافات يؤدي الى تنمية وابتكار للمجتمع الموجود فيه الناس المختلفة دي. لكن في ظاهرة غريبة جدا، وهي ثقافة الحروب، الاختلافات اللي بتؤدي الى الهدم. يعني احنا عايزين اختلافات تؤدي الى التنمية والابتكار والاشياء الايجابية، لكن ده ما بيحصلش. فخلونا النهاردة هنرحب بالضيف اللي معانا، أستاذ أحمد سامي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتدريب بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. ربنا يخليك ومنورنا النهارده في برنامج مصر الآن. سعيد بيكوا طبعا وبوجودي مع سعادتك النهارده. أهلا وسهلا بيك يا فندم. إيه رأيك في الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع جميل. أولا أحب أهنئ الأمة الإسلامية النهارده بحلول أول ايام شهر رجب المبارك. كل سنه وحضرتك طيبه والساده المشاهدين كلهم طيبين. ثانيا احب اوجه الشكر لفخامه السيد الرئيس، لانه مفيش موضوع حيوي قوي في امن قومي بالشكل ده سياده الرئيس ما تناقشوش وما تكلمش عليه. ولو حضرتك طبعا اكيد عارفه، هو كان في المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعه القاهره، كان في اولى جلساته ان هو سعادته اتكلم على بناء الإنسان، وقد أطلق ساعتها مبادرة وكان اسمها استراتيجية بناء الإنسان المصري. جميل. وتناقش مع بعض المستشارين لسيادته في ملفات كتيرة عدة، منها الصحة ومنها التعليم، كل الملفات اللي إذن البناء يا فندم في شتى الطرق المتاحة للنهوض بالحضارات والدول. فهو بناء الإنسان اللي دي أكبر ثروة إحنا نمتلكها هي الإنسان. بس تمام. أيضا يا رباب، بالإضافة الاقتصادية وتنمية المجتمعات العمرانية وخطة الدولة في القضاء على العشوائيات والتطهير ومشروع الإسكان الاجتماعي، وده اللي نفذه بالفعل السيد رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي. النهاردة عايزين نتكلم عن نقطة جوهرية موجودة عندنا في قلب المجتمعات العمرانية الجديدة عموما. احنا عندنا اوريدي اتفقنا ان في ثقافات متعددة وفي مستويات متعددة وفي سن متعدد، احنا عندنا التعددية في كل حاجة، في الثقافة والاعمار وفي المستوى الاجتماعي ومستوى الثقافي في كل حاجة. طيب لو احنا استثمرنا الثقافات والتعدد اللي موجود في كل اللي احنا قلناه، هنقدر نوصل لبر الامان. لبر الامان ان شاء الله. انما ما يعني بلاش نمشي في الطريق اللي هو بيبقى يوصلنا للفشل. ما فيش فشل باذن الله مع الفكر الحديث اللي سياده الرئيس شغال عليه. بسم الله ما شاء الله، يعني هو فخامته يعني مركز في كل الملفات،
ويمكن اولوياته كان ملف من فتره كانت المراه وما زالت المراه والشباب واصحاب الهمم وتطوير العشوائيات والحد من الجوع والبطاله وكل الكلام ده ساعته شغال عليه بقوه وشغل كل الاجهزه يمكن اجهزه يعني الدوله. الحقيقه في كل حلقه تقريبا ما بقاش ينفع نعدي حلقه ما نتكلمش عن سياده الرئيس طبعا والانجازات طبعًا. اللي بدا سياده الرئيس كل مصر بدات تشوف التطوير لا بالتالي تفنم تبقى ملموسه ومحسوسه تنميه في الطرق وتنميه في طبعًا. البنيه التحتيه وتنميه في المشروعات وتنميه في الانسان. سعادته لسه اطلق مبادره من كام يوم اللي هي تطوير الكره المصريه ربنا يبارك في سعادته طبعا يعني الحقيقه هو ملم بكل الموضوع جاي على حاجه علشان كانت في ناس ويمكن هو نفسه سياده الرئيس قال ان في ناس بتساله بس عن هو ما فيش غير الطرق لا يا جماعه دي حاجات تانية كتير. بص يا فندم هو لما حضرتك تيجي تقيسي القصه يعني يمكن احنا درسناها في اكاديميه نصر العسكريه العليا في دوراتهم يعني قال لك لما تيجي تقيس او تشوف بلدك فين على الخريطه اقسم مساحه القطعه الارضيه على عدد سكانها فالمفروض يطلع رقم 29. دي مكانة مصر اللي المفروض كانت تبقى فيها رقمها 29 بل يمكن كنا في الأربعينات في العصور القديمة. بفضل الله ثم فضل سيادة الرئيس احنا النهاردة لما تيجي حضرتك تبصي على شبكة الطرق انت رقم 13 على مستوى العالم ولسه في شبكة طرق بالكامل ما تسلمتش وهو أطلق حتى على شبكة الطرق فخامته أطلق عليها ان دي شريان الحياة. لما حضرتك تيجي تبصي على الجيش المصري الناس كلها افتخرت وفرحت ان جيشنا بقى بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ يعني اولادنا بقى رقم 8 تقريبا يعني على حد ما سمعي القوة العسكرية بقى رقم 8 طبعا يا فندم وحتى العاصمة الإدارية ليها استراتيجية كبيرة جدا في بنائها يعني لو قعدنا نشرحها دي عايزة لها اسبوع عشان تتشرح ليه العاصمة الإدارية في هذا المكان في هذا التوقيت بالقوة دي. الحقيقة إحنا بنتكلم النهاردة عن ثقافة البناء والهدم وعن التنمية تمام. هل من وجهة نظر حضرتك إن إحنا قدرنا نوصل لمزيد من التنمية ولا إحنا لسه في بداية الطريق ولا موضوع التنمية دوت جاي في حاجة ومش جاي في حاجة تانية ولا حاجة جات على حساب حاجة؟ لا هي ما فيش حاجة جات على حساب حاجة صراحة يعني هي التنمية هي خطة سيادة الرئيس وضعها لغاية 2060 لكل فترة زمنية محددة احنا المفروض الدولة المفروض بتسلم بعض الملفات اللي سيادته اتناقش فيها وطلبها من الأجهزة المعنية ان هي تشتغل عليها. فانت عند سعادتك في 2025 في بعض الملفات هتكون اتسلمت ان شاء الله، عندك في 2030 هتكون في بعض الملفات اخرى تسلمت لغاية وتتوالى الزمن لغاية 2060 تكوني باذن الله حضرتك سلمتي الخطه اللي سيادته واضحها في كل الطرق بقى اللي احنا اتكلمنا عليها او في كل المجالات اللي احنا ناقشناها في, في, في ملخص او في عجله يعني. طيب في حاجه مهمه قوي زي ما قلت لحضرتك في ظاهره موجوده يعني انا كمواطن انا لمساها وهي ان المدن العمرانيه الجديده رؤساء الاجهزه بيبقى عندهم في بعض القرارات اللي هم في ده دي لائحه جايه من الهيئه وهو بينفذها. تمام. الكلام ده يناسب المواطن ما يناسبهوش لكن الاصل ان الهيئه ما بتاخدش اي قرار غير لمصلحه المكان والمواطن. هي مش لائحه يا فندم قدم هي بتبقى خطه عمل بالظبط كده هو مدروسه بعبر المنطقه الجغرافيه يعني اللي هو بيشتغل عليها في الهيئه. يا احمد بيه هو مطروق صلاحيات رؤساء الاجهزه بما يرون هم من مصلحه لان هو اللي موجود في قلب الساحه وبعض هو بعض موجود في الملفات طبعا الملفات هو لامس الموضوع طبعا. اكتر فللاسف للاسف الشديد بنلاقي البعض يكتب بالصواب والبعض يكتب بالخطا فهنا بيبقى رؤساء الاجهزه مشتتين ما بين الراي العام اللي شغال ضده هنا وشغال ضده هنا فبالتالي الراجل يقف يضطر الراجل ان هو يفكر يضطر يعيد حساباته يضطر الراجل بس انا يا فندم مع احترامي الشديد لسعادتك ما يتقاليش ان في رئيس جهاز بيتوقف لمشروع هو شغال عليه او ملف هو ماسكه وشغال عليه برضه بيبقى بالتنسيق مع الهيئه وبالتنسيق مع المجتمعات العمرانيه يعني بالتنسيق مع كل الاجهزه اللي حواليه دلوقتي الرقابه الاداريه يعني متدخله في كل حاجه وكل الهيئات بقت يعني الرقمنه الجديده بقت فاتحه الدنيا على بعضها. لا بص احنا ما بنقولش في خطا ايه
بنقول ان هو في قرار باقامه مشروع سي يعني اي مشروع هيتم، بتلاقي في ناس تطلع من المجتمع المدني والمجتمع العام وناس من الاهالي، ده يطلع يقول اه التذمر كله ده يقول لا ده مش ما هو ده التذمر يا فندم، ده التذمر ده وارد في كل ده في كل الثقافات، ده وارد، انت لا يمكن هترضي كل الاذواق اللي حواليك، بس هو كرئيس جهاز اللي هو برضو مع احترامي كل الرؤساء الجهاز وكلهم شخصيات محترمة، ودلوقتي أغلبيتهم بقى كلهم تقريبا زي ما سيادة الرئيس كان طبعا طلب شباب محترم في 2018 في وزارة شباب العالم، تمكين الشباب، تأهيل وتمكين الشباب، فدلوقتي أنا شايف أن كل رؤساء الأجهزة بسم الله ما شاء الله كلهم ونواب المحافظين والوزراء يا فندم طبعا فكلهم شباب، هو ده فكر جديد واستراتيجية جديدة برضو، دي من ضمن انا شايف ان ده ابتكار برضو لسيادة الرئيس ان هو يمكن الشباب بالقوة دي، والمرأة يا فندم النهاردة متمكنة جدا في مجلس النواب وفي الشيوخ وفي كل المجالات، فهو اتاح فرصة يعني فرص طبعا هو قلب الدنيا قلب الدنيا الحمد لله، فهو سيادة الرئيس انا بقدم له طبعا شهادة شكر واجلال، فهو قدر مصر ومصر قدره، دي حقيقة فعلا بأمانة والله، الراجل ده عايز تحية كبيرة قوي 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 يعني، الراجل غير وضع البلد طبعا 180 درجه طبعاً. عمل فيه يعني بصراحه في اوقات عصيبه جدا، وقت عصيب وخروج من ثوره وديون يعني موضوع مشاكل كبير بصراحه يعني بالزبط. لكن انا بتكلم برضو تاني، هنرجع لموضوع اختلاف الثقافات واختلاف الاراء، زي محمد ما بيقول ان النهارده بعض رؤساء الاجهزه احيانا بيوصلوا لان هم مش عارفين ياخدوا قرار، لان للاسف بعض الناس اخذت السوشيال ميديا بشكل غلط، فبقى النهارده ممكن تلاقي حد بوست على السوشيال ميديا يشتم في رئيس الجهاز، بوست على السوشيال ميديا يهاجم رئيس الجهاز، فاللي هو يعني الناس دي جايه علشان تشتغل وتفيد المكان ده، يعني تفيد المنطقه دي وعليها رقابه جدا عليها متابعه جدا، فالنهارده ممكن يبقى للاسف بتلاقي ناس ما عندهمش يعني مش عارف ايه الاستراتيجيه اللي الراجل ده ماشي بيها ولا الهدك اللي عليه، ويطلع بس اللي مجرد انه يهاجم. احنا عايزين ليه بقى ما يكونش فيه قانون، ليه ما يكونش فيه قانون يوقف الناس دي ويرضع الناس دي عن حقها؟ بس انا ما شفتش في الفتره اللي فاتت دي، يعني انا يمكن قريب لاكتر من رئيس جهاز كلهم اصدقاء يعني، فانا ما شفتش حد فيهم كان اشتغل على ملف معين وحصل تذمر من بعض الاشخاص ووقف. لا ما بيض، انا عندي بعض بوستات وعندي مقالات ما لمستهاش. لا لا لا, لا. يعني ممكن ياخد فكره التطوير شويه في حته تانية، بس يقف الملف. انا يوميا بيجيني فيها بوستات وبيجيني فيها مقالات مكتوبه شتيمه صريحه للموظفين. محمد هذا هو التذمر، بس مش هيوقف العجله. لا المفروض يبقى في قرار بقى يعني الناس دي تحل المحاكمة على طول. لا يا فندم، دي حرية شخصية طالما انه بيكتب في اطار الادب والاحترام. لكن طبعًا. انا عايز اقول حاجة تانية، انك النهاردة بدل ما تعترض ما تحاول تقابل رئيس الجهاز وتتناقش مع ما يمكن يكون عندك، وقد يكون كلامك صح وعندك فكرة ما جاتش على دماغك، فيمكن يستفاد من ارائك. ويا فندم دي حصلت، بدل ما تهاجم اعمل محاولات الاول يا فندم. ده بعضهم بي بيبني مشكلته وبيبني مقاله على جمله جات له من واحد في التليفون، يعني هو ما نزلش الشارع ولا شاف حاجه. الاستاذه رباب قالته انا لمسته بالظبط من اسبوع مع رئيس جهاز لمدينه تمام، المجتمعات العمرانيه الجديده، والاشخاص توجهوا وقابلوا السيد رئيس الجهاز والمشكله تحلت والدنيا بقت كويسه جدا. فلا ده بيحصل يا فندم، ده بيحصل ده بيحصل. احنا بنتمنى ان الناس اللي بتشوفنا النهارده، احنا بنتمنى ان البرنامج بيوجه رساله طبعا، وهي ان يا جماعه مزيد من الحب من فضلكم، احنا بس محتاجينهم يدوا فرصه يدوا فرصه للناس، يعني يدوا فرصه للرؤساء الاجهزه ان هم يشتغلوا نوابهم. انا اعرف بعض الاشخاص، كل ما تتحدوا هتوصلوا لنتيجه افضل. بص يا فندم، انا كنت قاعد في مكان ما على اطراف محافظه الجيزه، فيعني ده مشوار كان سفر، فكانوا الناس في تزمت شويه عن الدوله وكده، لما ابتدينا وكنا مسافرين، فلما ابتدينا نطلع الطرق وسافرنا لقيت شكر رهيب في الطرق. طب ما هو ده انت لمسته، ده انت حسيته ومشيت عليه، ده مش ببلاش.
ده فيه خد وقت وتعب ومجهود ومال وقصه كبيره طبعاً. فناخد فرصه بس يعني نسيب فرصة للأجهزة تكمل شغلها هي كده كده إن شاء الله هتكمل هو بس هو زي ما حضرتك قلت يعني هو لازم شوية من الاتحاد نسيب الناس نسيب الناس لكل واحد في موقع نسيبه يشتغل نسيب الرؤساء والنواب بتوعهم يشتغلوا روح تتناقش روح ولو أنت في عندك مشكلة معاه روح قبله أو لو عندك رؤية أستاذ محمد حضرتك عارف ولامس إن أي حد دلوقتي بيخل في شغله أو بيحصل أي عملية خلل محدش يعني بيستنى كتير على خطأه هو يعني مفيش أخطاء للأسف إن هو مفيش أخطاء بس إحنا بنشوف وبنسمع الموضوع بقى على حزم على الميديا بنشوف وبنسمع إن في أخطاء وفي هدم مفيش بناء لا أنا شايف إن السيد الرئيس طال الله في عمره يعني هو صراحة يعني في زمام للأمور بشدة وبحزم على قد ما هو بيبني وبيعمر ومجهود رهيب ملموس بره قبل جوه وما فيش تواطؤ خالص مع أي جهات في العمل. احنا النهاردة يا فندم عندنا حماية مستهلك احنا ما كانش عندنا جهاز حماية المستهلك يا جماعة بقى عندك نيابة إدارية ورقابة إدارية بقوة ورقابة إدارية فعالة النهاردة زمان ما كانش عندك الكلام ده كان في مسميات حماية المستهلك انت النهاردة بتبقي قاعدة في, 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 في بتبقي واقفة في أي ماركتنج ويحصل مشكلة بتتصل بيجولك مفعلة لا مفعلة بيجولك انا حصلت مع والدتي ما حصلتش مع حد بقى بيحكيلي والدتي وخدت حقها يعني ده في قوة في حزم في الأمور دي ما بقاش في هزار احنا ما كانش عندنا الكلام ده زمان يعني انا شايف ان احنا هو بعدين الرب والوقت معانا الجندي المجهول معانا رئيس مجلس الامناء مدينه 6 اكتوبر اهلا وسهلا والجندي المجهول في المدينه بامانه يعني الاستاذ الدكتور محمود برعي اهلا وسهلا حد جميل قوي انا دكتور سهل محمد ازيك يا دكتور اخبارك ربنا يخليك استاذ رباب مع حضرتك تفرح بيك اتفضل مساء الخير يا فندم مساء الخير يا استاذ ربنا يبارك فيك طبعا يعني احنا بنشكرك على المجهود الكبير اللي حضرتك بتقوم بيه في المدينه وخصوصا في قطاع الصحه وملف الصحه في اكتوبر مستشفى اكتوبر العام اللي تم تطويرها والحقيقه النهارده كان في خبر حلو قوي وضع حجر الاساس لمستشفى طوارئ اكتوبر يعني حابين حضرتك تكلمنا على موضوع ملف الصحة والتطوير اللي حضرتك بتقوم بيه في المستشفى. أولا بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والأساتذة الضيوف والجمهور. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. إحنا في 6 أكتوبر بقالنا سنة ونص بنعمل تطوير في المستشفى. ثلاث جهات بيشتغلوا اللي هو جهاز المدينة مع مجلس الأمنة مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال تمام فقدرنا ان احنا الحمد لله نعمل عناية مركزة جديدة فيها 16 سرير من ضمنهم سرير عزل ودي احدث عناية في الجيزة كلها ومعمولة على احدث مستوى مش عايزين نقول ان هي افخم من عنايات كتيرة في مستشفيات خاصة كتير يعني الحمد لله وده الهدف اللي احنا عاملينه ان الانسان البسيط اللي بيتعالج عندنا لازم يكون طيب عشان انا سامع ان هو عايز عشان كده يمكن احنا الحمد لله وصلنا في العناية المركزة ودلوقتي بنعمل تطوير في العمليات بنعمل ثلاث غرف عمليات كبسولة شغالين في تطوير الكهرباء بتاعت المستشفى كلها المستشفى كانت على خط واحد بقت على خطين وبدل 400 كيلو بقت حوالي 3 ميجا الحاجة برضك التانية ان احنا بنكبر قسم غسيل الكلى ويمكن لسه الاسبوع اللي فات اتخذ قرار في المستشفى برضك بانه هيبقى 3 شيفت يعني بنزيد 50% للناس اللي بتحضر المستشفى يعني في حاجات كتير طبعاً. بس انا اللي انا عايز اقوله بس ان كل الكلام ده بفضل الله ثم المجتمع المدني معانا ووزارة الصحة ومعانا جهاز المدينة متمثل في هيئة المجتمع الوطنية هو بالنسبة دكتور محمود جهاز المدينة هو المهندس شريف الشربيني كان
بامانه بذل مجهود جامد جدا يعني مجهود جبار مع المستشفى، وكنت حابب ان حضرتك بس تلقي الضوء على دور المهندس شريف شربيني في مجهوده اللي هو قام بيه عشان نوصل بالمستشفى للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. هو لا يألو جهدا في انه يدعم لدرجه ان احنا عملنا حق انتفاع لقطعه ارض جوار المستشفى على اساس ان دي تتعمل عيادات خارجيه وشغالين فيها، دي من ضمن التطوير برضك. برضك المهندس شريف هو اللي فضلنا مع بعض لغايه لما جبنا الاستشاري وخلصنا الرسومات، والنهارده وضعنا حجر الاساس للمستشفى الجديده. الوزاره ما بتاخرش علينا، لسه بيركبوا لنا تانك غاز، كانت المستشفى ما فيهاش غير اسطوانات غاز. يعني اللي انا عايز اقوله ان في جهاز المدينه المهندس شريف الشربيني ورجاله، وفي مؤسسه في محبه الرحمن الاستاذ رادي الكراني. ايوه بصراحه مجهوده جميل يعني بامانه. والله مجهود جامد يعني. انا عايز اقول لك بس ان احنا بناخد المساهمات من الناس بصوره عينيه، يعني بناخدها خامات. تمام. اللي دافع كل المصنعيات ديت هي مؤسسه في محبه الرحمن الاستاذه ناديه القراني. برضك دي من الحاجات اللي هي خلتنا ان احنا ما نقفش على حاجه. تمام. لان انت الخامات بتقدر تجيبها من كل مصانع المدينه، المصانع كلها واقفه في ظهرنا، مفيش مصنع قال لنا لا على حاجه احنا عايزينها، وهو ده اللي مخلينا احنا مستمرين الحمد لله. لا والله، والحاج محمود البرع مشهود للموضوع ده يعني بامانه، يعني جزاك الله كل خير يا حاج محمود والله بامانه. ربنا يبارك فيك. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر مستثمرين ورجال اعمال مدينه 6 اكتوبر للنهوض بمستشفى اكتوبر، وكل الشكر للسيده الفاضله الاستاذه ناديه كراني، وان شاء الله في اقرب وقت يعني المفترض كده ان احنا يتم افتتاح المستشفى بشكل بقى يعني خلاص مفيش تطوير تاني، وياخد مده قد ايه؟ لا هو حضرتك بس ما ينفعش كلمه مفيش تطوير تاني يعني لابد من التطوير. تمام. احنا بقى لنا ست يعني هي قدامنا 6 شهور ونخلص الانشاءات، لكن احنا بنجيب سي تي، بنجيب ام ار اي، بنعمل بنحاول نجيب قسطره، احنا بنحاول نوفر كل الخدمات بتاعه مصر لاهالي اكتوبر. النهارده بدل ما ينزل معهد القلب لا بنجيب له معهد القلب عندنا. صحيح. يعني ده اللي هيفضل تطوير مستمر لغايه الناس بقى اللي بعدنا تستلم وهكذا يعني. ربنا يديلك الصحه، وبالنيابه عن اهالي 6 اكتوبر كلهم بنشكركم جدا ومتشكرين لمداخله حضرتك النهارده معانا في مصر. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مع السلامه. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين مع استاذ احمد سامي. الحقيقه عايزين نسال حضرتك سؤال مهم. اتفضلي. بما اننا بنتكلم عن التطوير وعن التنميه والكلام ده كله، ايه رايك في اللي بيحصل في مستشفى اكتوبر العام، ولانها قعدت فتره طويله جدا وسنين طويله جدا تقريبا شبه مهمله جدا. الفتره ديت زي ما كنا بنتكلم مع استاذ محمود والناس اللي اخذت على عاتقها تطوير المستشفى والاهتمام بالناس البسيطه، المواطن البسيط اللي بيبقى محتاج النهارده يكشف وبدل ما ينزل معهد القلب بنوفر له، ايه رايك في اللي بيحصل؟ طبعا دي شهاده شكر للسيد رئيس الجهاز والمجلس الامناء وكل الناس القائمين على التطوير وعلى هذا المشروع الضخم. طبعا اكيد الناس دي تعبت كتير، فكر ووقت ومجهود ومال وقصه كده عشان يوصلوا للي احنا بنسمعه دلوقتي بسم الله ما شاء الله. طبعا ده شيء يعني شيء ممتاز ان هم يوصلوا بالمستوى او بتطوير ملف الصحه بالكامل. هو كده يعني ده تطوير ملف الصحه. كلنا بنبتدي بنفسنا،
فالناس بسم الله ما شاء الله اشتغلت بقوه يعني. دي طبعا شهاده شكر يا فندم. استاذن حضرتك بس معانا الدكتور علاء العناني. اتفضل يا فندم. نائب رئيس مستشفى 6 اكتوبر المركزي. اهلا وسهلا. ورئيس قسم التطوير بالمستشفى دكتور علاء. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه يا دكتور علاء؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. الله احنا سعدنا بلقائك في القناة مرة واثنين، والنهاردة انت بقى اللي هتقول لنا وتزف لنا الخبر اللي انت كنت وعدتنا بيه من حوالي تقريبا 6 شهور دلوقتي. والله انا مبسوط ان انتوا مهتمين بمجال الصحة في اكتوبر. حاجة جميلة قوي ان انتوا بتبرزوا اللي موجود في الصحة في اكتوبر والانجازات اللي موجودة ونوصلها للمواطن بطريقة كويسة. احنا الحمد لله النهارده بفضل الله الاستاذ محمد عبد المطلب الفرنسي معاد عبد المطلب عايد المكالمات العمرانيه تفضل مشكورا ووضع حجر الاساس لمستشفى طوارئ 6 اكتوبر. تمام. والمستشفى دي حوالي 3000 متر المساحه بتاعت الارض، والمباني هيبقى على 1314 متر. وهتتكون من بدروم وارضي وثلاث ادوار. اجمالي عدد الاسرة 62 سرير، عبارة عن 48 اقامة و 14 سرير عناية مركزة. طيب دكتور علاء احنا كده نقدر يبقى وصلنا للي انت كنت وعدتنا بيه من حوالي 6 شهور، ان كده المستشفى هيتنقل من مستشفى مركزي لمستشفى عام. بالظبط. اه، لان ان شاء الله هتبقى فيها حاجات جميلة ومتميزة واقسام متميزة، وعدد الغرف الأسرة والإقامة إن شاء الله هتضاعف مرات كثيرة. الحمد لله يعني بفضل الله وبفضل مجهودات رجال الأعمال والمهندس شريف والمهندس محمود فرعي، الحقيقة عاملين حاجات جميلة قوي في المستشفى، ونتمنى المجتمع في أكتوبر يشاركنا الإنجازات دي والتطوير اللي بيحصل ده. استاذ ربابا حضرتك يا دكتور علاء، استاذ ربابا حضرتك وعايزه بس تستفسر منك حاجات. مساء الخير يا دكتور. تنور يا فندم. الحقيقه احنا سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده، واحنا يسعدنا ان احنا نلقي الضوء على ملف الصحه ومستشفى اكتوبر وبما ما يتم من تطورات فيها، ويمكن انا اللي بطلب من حضرتك ان لو في اي حاجه جديده ممكن حضرتك البرنامج ينزل، كاميرا البرنامج تنزل وتصور الكلام ده، وان شاء الله نعرضه على الناس يعني ان شاء الله. نزلنا معاه بالفعل مرتين ثلاثه كمان في ما انا بتكلم على اللي بعد كده. هو ان شاء الله دكتور علاء موعدنا ان شاء الله ان هو الاسبوع الجاي هتكون معانا يا دكتور. ها ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون معانا انت والدكتور محمود البرعي ان شاء الله. ويا ريت لو سمحت بقى الدكتوره والاستاذه العظيمه ناديه كراني، يعني يا ريت انت بقى طبعا ماشي استاذ ربابا حضرتك طبعا يعني ان شاء الله تشرفونا ويكون معانا، ننزل نصور كل التطوير اللي حصل ان شاء الله، ونعرض الكلام ده على كل الناس اللي في اكتوبر، لان الاهالي بتبقى شغوفه باللي بيحصل وعايزه تعرف الحدث وقت ما بيحصل يعني. فان شاء الله هتشرفونا، ويعني متشكرين جدا لمداخله حضرتك النهارده معانا في البرنامج. مشكورك جدا، مشكورك جدا. شاكرين يا دكتور، شاكرين يا دكتور. هنرجع تاني. هنرجع تاني يا استاذ احمد. سمعنا استاذ احمد سامي نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد العربي للتدريب بالوحده الاقتصاديه بجامعه الدول العربيه. اهلا وسهلا بك. هنرجع تاني لموضوعنا الاساسي وهو التنميه وتنميه الانسان. وانا عرفت ان حضرتك كنت حاضر المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعه الدول العربيه اللي سياده الرئيس اقامه. تمام. حضرتك قلت ان سياده الرئيس في بدايه الجلسه اولى جلسات المؤتمر فعلا سياده الرئيس اطلق مبادره وقال لك استراتيجيه بناء الانسان المصري. اطلق عليها هذا الاسم، هي استراتيجيه. هو يعني في تخطيط عالي لبناء الانسان، ده رفع الدوله يعني. طبعا. هو الانسان هو ركيزه الحياه في الوقت الراهن وفي كل الاوقات صراحه يعني. وهو تناقش مع بعض، انا كنت قلت ساعتك في اولى البرنامج ان هو تناقش مع مستشاريه ساعتها في المؤتمر، وساعتها يعني طلب من بعض الوزارات المعنيه زي وزاره الاعلام، الصحه، التعليم، الاوقاف،
بالعمل على هذا الملف. وطبعا لن ننسى دور البيت والأسرة المصرية في هذا الكلام في تنمية أطفالنا. ما أنت بداية الإنسان وهو طفل، فيعني لازم يحصل تلاحم وتلاؤم ما بين الوزارات المعنية والأسرة المصرية والأم. طبعا طبعا أستاذ أحمد، من وجهة نظري يعني عايز أطرح عليك السؤال ده. وزارة الثقافة المفروض يكون ليها دور في تنمية المجتمع وتنمية الإنسان في الشارع. أنا ملاحظ إن وزارة الثقافة كل دورها محدود في وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة تعاملها مع وزارات، مع متاحف، مع مدارس، إنما تعامل في الشارع مع المجتمع في الشارع مفيش دور ليها. ليها دور، انا شايف ان هي برضو ليها دور حاليا في جوه الجامعات، في مؤتمرات وفي الندوات للشباب بيبقى ليها دور، يعني بيقوى مع الوقت. ما تنساش ساعتك انت ما كانش ليها دور يعني بالقوه اللي المطلوبه الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يبقى ليها دور الفتره الجايه في هذا الملف. ثقافه يبقى اذا هنا معنيين وزاره ثقافه، احنا بنقول ثقافه البنيان. فطالما احنا يعني اتكلمنا عن ثقافة يبقى احنا هنا بنتكلم عن وزارة. ويمكن هي اولى الوزارات اللي السيد الرئيس اتكلم عنها، قال لك الثقافة والتعليم والصحة والاوقاف، يعني حتى دخل الاوقاف في وزارة في الثقافة القفة. احنا هنتكلم عليها حلقة كاملة. ليه؟ لان احنا عندنا في 6 اكتوبر قصر ثقافة مغلق بقاله سنين. طيب النهاردة ويعني كم كبير من المجتمع المدني توجه للوزيرة وتوجه للوزارة علشان ايه السبب؟ مفيش سبب. طب النهاردة مركز الشباب ده ليه دور مهم جدا. مركز الشباب كده احنا بنتكلم على السيد الوزير قصر الثقافة. لا الحقيقة تحية كبيرة لسيادة الوزير اشرف صبحي بكل المجهود اللي عامله. لا يعني مجهود رهيب. ده موضوع تاني. لكن احنا عايزين ان شاء الله نعمل حلقة لوزيرة الثقافة نناشدها. رغم ان انا حضرت مع السيدة الوزيرة في معرض الكتاب الاخير، كان مجهود رائع صراحة. يعني ممكن يكون اللي حضرتك بتتكلمي عليه دي حقيقه وصحيح. فاضل كامل احمد بيه، معلش بس ناخد اتصال تليفوني من استاذ محمد حسين. استاذ محمد حسين رجل اعمال وراجل شغال في المجتمع المدني تحديدا في مدينه حدائق اكتوبر. اهلا بيك يا استاذ محمد. شرفنا سمو المستشار. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك استاذ رباب، متابع مع حضرتك وتفضل. اهلا وسهلا استاذ محمد، تشرفنا بيك النهارده وبمداخلتك معانا. والحقيقه سياده المستشار يعني قال ان استاذ محمد عنده تاريخ كبير قوي ومعلومات كبيره جدا عن موضوع ثقافه البناء وليس ثقافه الهدم، خصوصا في المجتمعات العمرانيه الجديده. ده قال لي كمان بيتكلم على تاريخ انشاء المدينه والمفروض المدينه كانت تعداد سكانها ايه وبقى ايه. استاذ محمد يا ريت باستفاضه بقى تقول لنا التاريخ اللي العظيم اللي انت قلته ده. لا طبعا عندنا مدينه حدائق اكتوبر من المدن الجديده من المدن الوليده، بس ليا تعقيب صغير كده بعد اذنكم. اتفضل. عايز اعرف ان المزارع اللي عنده قرات ارض بيبقى عارف ازاي يستفيد منه ويعمل منه اعلى دخل. ممكن اعرف ايه رؤيه التنمويه 41,000 فدان تحت مسمى مدينه حدائق اكتوبر اللي من المفترض انها تخدم 3 مليون نسمه. تمام. انا عندي النهارده موقع استراتيجي بتوع بين طريقين مهمين جدا، طريق الواحات وطريق الفيوم. المدينه ازاي مش موجود فيها سيادة المستشار؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الو يا استاذ محمد. تمام يا فندم. ازاي مدينه حدائق اكتوبر بالصرح ده بالموقع الاستراتيجي دوت مانيش عارف استفاد منها؟ تمام. المدينه سياحيه بالدرجه الاولى، مانيش شايف فيها فندق حضاري، مانيش شايف فيها مستشفى، فيها صرف زي مستشفى مجدي يعقوب. هو بص يا بص يا محمد بيه، هو طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان بس ايه، في حاجات بتبقى ليها مواعيد وليها تعداد سكاني معين عشان يقدر هو يقوم بالمبنى
او بالخدمه اللي هو هيقدمها لازم تكون موجوده لعدد سكاني معين، ما تكونش لسه فاضيه واجي انا اعمل اسطول او مستشفى او مدرسه هنا ومدرسه هنا وانا شايف ان لسه التعداد السكاني الموجود ما يستوعبش. بس الكلام ده اكتوبر فيها مستشفيات تقريبا وفيها مدارس، غير بقى ان هي فيها وحدات صحيه كتير قوي اتعملت، مش كده ولا ايه؟ يا فندم انا عندي تعداد المدينه النهارده معدي 200,000 نسمه. 200,000 نسمه من 3 مليون انت قلت لي المفروض ان هي هتوصل ل 3 مليون. توصل 3 مليون مظبوط. طب تمام، انت بقى ما ينفعش نعمل خدمات هي موجوده على الارض، المفروض ان هي هتنشا على الارض لخدمه 3 مليون عشان انا اقدم بيها 200,000 نسمه. بس حدائق اكتوبر فيها مدارس عاديه يعني وعربيه ولغات، انما انا ممكن اهتم بوحدات صحيه، بوحدات موجوده دي اللي انا اهتم بيها يعني، انما موضوع ان انا اعمل كيان مستشفى كبير يخدم 3 مليون عشان اخدم بيه 200,000 نسمه يعني متهيألي صعب، مش كده ولا ايه؟ انا عندي يا فندم 6 مناطق ابن بيتك في المدينه. تمام يا فندم. و25 كومباوند تقريبا، ده غير الإسكان الاجتماعي اللي عمل طفرة كبيرة في المدينة يتخطى تعداده 77,441 واحد إسكان اجتماعي، ولازم إشغال الوحدة خلال 6 شهور من الاستلام حسب قانون التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي. سيادتك متخيل المجموعة دي كلها والسكان دي كلها محتاجة مواصلات قد إيه ومحتاجة خدمات قد إيه، والتنمية فيها سريعة جدا. هو أنا والله كنت لمست عن قرب يعني إن المدينة أو جهاز المدينة شغال في موضوع المواصلات ده مع كذا شركة يعني هو بيقوم بعدة اتفاقيات مع كذا شركة، مع شركات كتير عشان ويفاضل ما بين ده وما بين ده وما بين ده في الخدمة عشان يقدر يديله خدمة صح يعني. ولا حضرتك ليك تعقيب عليها دي؟ ألو؟ معلش اتصال بعد اذنك. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انا يعني كنت عن قرب لمست موضوع ان من ضمن البوستات اللي الواحد بيشوفها برضه يعني والاعلانات وبتاع والكلام ده كله والمقالات اللي بتتكتب ان جهاز حدائق اكتوبر بيفاضل ما بين بعض شركات النقل والمواصلات عشان يقدم خدمة جميلة للسكان الموجودين. طبعا. انت ايه رأيك في الموضوع؟ طبعا دي حاجة جميلة جدا. طيب يبقى هنا احنا بنتكلم ان الجهاز شغال. يعني انا ما بقولش شغل. بس ايه الحاجة اللي انت شايفها بتعرقل العمل بتاع الجهاز او بتاع رئيس الجهاز؟ يعني هو رئيس الجهاز شغال، نواب شغالة بصراحة. ايه اللي بيعرقل الكلام ده؟ والله يا فندم انا محتاج مستثمر قوي وندعو للمستثمرين في ارض خصبه ان هم يشتغلوا فيها. انا شايف ان في عجز تام للمستثمرين اللي هم ما يجوش المدينه دي. برضه لمست وجود مستثمرين، كل ما بيجوا بيحصل غاغات من الوابل، وابل من السيوله، وابل كده جاي من البوستات والمقالات اللي قد تعرق للكلام ده. بيخوف اي مستثمر ان هو يجي المدينه بالزبط. يعمل استثمار. وانا عشان اجي منطقه ولاقي او مدينه ولاقي ان فيها وجع دماغ وفيها دوشه، طب انا اكيد انا وغيري وغيري هنخاف نيجي. بالظبط كده. استاذ محمد احنا النهارده في البرنامج بنناقش ثقافه الهدم وثقافه البناء، وبنقول ان النهارده سواء الناس اللي هي معنيه بالقرارات زي رئيس جهاز او نواب او حتى المستثمرين زي ما حضرتك بتقول، لمجرد ان هم بيروحوا اي مكان ويحسوا فيه بعض الصراعات وبعض الاختلافات الغير مجديه، حتى الناس دي بتهرب، بتبقى لا انا مش هخش مكان انا شايف ان الدنيا فيه مش مظبوطه والناس فيه ما عندهمش روح التعاون. فإحنا النهاردة بنبعت رسالة لكل سكان المدن العمرانية الجديدة، يا جماعة مزيد من الاتحاد، مزيد من واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني لأن دوت اللي هيخلي الناس النهاردة المستثمر يجي يقولك المدينة دي فيها ناس كتلة كبيرة متحدة، ده هيساعدني في أن أنا أنمي وأطور المكان، وهيساعدني أن أنا أستثمر فلوسي في المكان ده، مش هحط فلوسي وأخسرها.
مظبوط يا فندم. يعني ايه رايك محمد بيه وليكن مثلا كل الناس اللي هم بتوع المجتمع المدني المجتمع العام عندكم يعملوا ائتلاف، يعملوا ائتلاف يا سيدي، وليكن لان هو لازم يكون فيه تعدد ثقافات وتعدد اراء ولا عشان نقدر نوصل للصح. يعملوا موجود يا فندم، يعني موجود بالفعل الائتلاف دوت، بس عايز اكتر شيء صغير كده. بالظبط. للاسف الشديد في عندنا موضوع اسمه تكرار الملفات. تكرار الملفات ده مش هيدينا نتيجه كويسه في مدن الجيل الرابع، وخاصه لان معظم سكانها من الشباب المثقف والواعي. تمام تمام. دايما الفاسد انا ما بقلقش منه زي ما بقلق من الجاهل او اللي مش فاهم ومش عايز يفهم. عموما محمد بيه مشكورا والف الف شكر لمداخله حضرتك معانا، وان شاء الله ان شاء الله هنناقش كل المواضيع دي في ان شاء الله حلقات جايه ان شاء الله، وهننزل لك المدينه وهنعمل ان شاء الله مداخلات عندك هناك في المدينه، وهنبعت كاميرا تصور عندك ان شاء الله، ونقدر نوصل مع بعض لحلول جميله عندك ان شاء الله. استاذ احمد سامي كمل حديثك مع استاذ الجميل. انا استاذ احمد احنا بنعتذر طبعا، انا ليا تعقيب طبعا، انا ليا احنا الاول احنا بنعتذر على كثره الاتصالات، ولكن يعني ده شيء بيسعدنا واحنا عايزين نتمنى كل الناس تتواصل معانا. طبعا انا ليا تعقيب طبعا، الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه طبعا. انا شايف ان كل الظروف متاحه في حدائق اكتوبر ان يحصل فيها عمليه استثمار، بل اوريدي فيها عمليه استثمار. يعني محمد بيبي يتكلم ان في اكتر من 25 كومباوند، لهم اكتر من 50 كومباوند تقريبا. في كومباوندات دلوقتي جوه حدائق اكتوبر ما تقلش حاجه عن الكومباوندات اللي موجوده في التجمع، وفي رجال اعمال كبار قوي دلوقتي بيبنوا حاجات كبيره، بس احنا مش هنتكلم بالمسميات عشان احنا مش جايين نعمل دعايه لحد. في شبكه طرق قويه جدا في حدائق اكتوبر، في شبكه صرف وميه وكهرباء قويه جدا اللي هو يقام عليها اي مشروع او اي استثمار. انا مش شايف ان في حد بيعرقل دخول المستثمر في حدائق اكتوبر او في 6 اكتوبر او اي منطقه جديده. وسعادتك سيدي العارفين الاجهزه دلوقتي بتطرح طبعا بالتنسيق مع الهيئه ومع اجهزه الدوله اراضي كتير جدا بتطرح للبيع، وفي مزاد عليه للشفافيه تقريبا. ففندم لا، هو انا شايف ان الموضوع متاح للاستثمار، وانت النهارده عندك حاجه اسمها العاصمه الاداريه، عندك في حدائق اكتوبر اسمها العاصمه السياحيه. مظبوط. الطريق اللي هو محمد بيه كان بيتكلم ان في جزء من حدائق اكتوبر هي همزه وصل ما بين طريق الواحات وطريق الفيوم، هي بالظبط هي بتقع في نص الطريقين. النهارده شوف الدخله من ميدان الرمايه لغايه الكارته بتاعت مصر الفيوم، يعني عديت انت الحدائق كده شوف شكلها عامل ازاي. صحيح. شوف الكومباوندات اللي على الطريق وانت داخل الفيوم النهارده عامله ازاي. لا في استثمار قوي في حدائق اكتوبر. خش جوه ابني بيتك النهارده يا فندم. انا كنت في المنطقه السبعه، كل منطقه هو احنا في 7 مناطق في ابني بيتك في حدائق اكتوبر. مظبوط. انت النهارده كل منطقه ليها وحده صحيه، ليها مدرسه خاصه، مدرسه ومدرستين. انا دخلت منطقه السبعه كان فيها مدرستين بيبنوا دلوقتي، دخلتها بالصدفه من يومين. فيها صحه، مركز صحه خاص بيها، فيها مركز بريد خاص بيها. هل الوحدات الصحيه اللي موجوده في السبع مناطق بتوع ابن بيتك دول، أيوه؟ هل السبعه بيعملوا يعني هم شغالين؟ انا بتكلم عن المنطقه السبعه وليس السبع مناطق. يا استاذ محمد ايوه، انا شفت السبعه بس للمصداقيه انا شفتها في وقت متاخر من اليوم ما معرفش. لا بس المركز موجود بيفط وبكله وارد يكون طبعا يعمل. لو ما كانش بيعمل دلوقتي يبقى خلاص على وشك انه هيتسلم او هيشتغل خلاص. هو عايز الوحدات دي تشتغل يعني. انا لا هو وارد. وانت في عند حضرتك برضو مناطق في ابن بيتك بالكامل لسه ما اتعمرتش. ايوه، انت عندك التعداد السكاني نفسه هو 200,000 يعني. هم خدوها بنوها وركنوها. ده بقول لك الحدائق كلها النهارده بتتعمر بتبني. انت عند حضرتك مشروع تاني في حدائق اكتوبر، مشروع ال 209 النهارده كله طالع خلاص، كله بيبني عمايره. عند جهاز حدائق 6 اكتوبر اتفرج على الاهالي كلها بانيه حاجات محترمه ازاي في كل العمار المبنيه حوالين الجهاز، كلها دي لسه طالعه جديده. كله جديد. طبعا. الحقيقه احنا بنشكر كل رؤساء الاجهزه. طبعا.
لان هم بيعملوا مجهود كبير جدا صحيح. للتنميه والتطوير مظبوط. وعايزين بس إن قبل ما نختم البرنامج نرجع لموضوع المؤتمر الوطني للشباب. يعني الحقيقه الموضوع مهم جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. بوعد ان شاء الله شرفنا بحضرتك النهارده ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله يكون معانا دكتور علاء نائب رئيس نائب مدير مستشفى 6 اكتوبر اللي هتبقى ان شاء الله العام مش ان شاء الله ان شاء الله. وهيكون معانا الحاج محمود البلعي ان شاء الله رئيس مجلس الامناء واحد قيادات الاستثماريه في المدينه ان شاء الله. اذا هنحاول نجيب الاستاذه الكبيره العظيمه ناديه الكراني يعني ليها دور كبير قوي في الموضوع. وان شاء الله احمد سامي احمد بيه سامي هيكون موجود معانا ان شاء الله. تشرف يا فندم الى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم استاذ رغاب ان شاء الله. ان شاء الله تشرفنا بمتابعتكم ونتمنى مزيد من الاتصالات والاقتراحات للبرنامج. نشكركم.